بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2021 شعبة الرياضيات، أقدم لكم تصحيح امتحان باك 2021. الموضوع الأول التمرين الثالث. انتبهوا مليح، نقرأ لكم الدرس. النص تاع التمرين. نعتبر المعادلة ذات المجهول إكس إيكغراك تساوي 42 إكس ناقص إيكغراك يساوي 38 أو، حيث إكس إيكغراك عددان صحيحان. حل المعادلة أو علما أن الثنائية 1/4 حل لها. ثانيا أ بي سي أعداد طبيعية حيث أ غير معدوم. ثانيا العدد الطبيعي أن يكتب أ ب صفر سي ب في نظام تعداد أساسه 5، ويكتب كذلك أ 7 سي 5 في نظام تعداد أساسه 8. ألف بين أن الأعداد أ ب سي تحقق المعادلة 113 أ يساوي 3 مضروب في سي ناقص 42 ب زائد 1 151، ثم استنتج أن أ يساوي 3. ب جد العددين الطبيعيين ب و سي، ثم اكتب العدد ان في النظام العشري. ادرس ثلاثة ألف ادرس تبع لقيام العدد الطبيعي ان باقي القسمة الأقليدية للعدد 5 أس ان على 6. ب بين أنه من أجل كل عدد طبيعي 2021 أس 2 أن زائد 1441 أس أن زائد 4 مضاعف للعدد 6. ج نضع أ أن يساوي 2021 أس 2 أن زائد 1441 أن زائد 2 مضروبة في 1442 أس أن. جد قيم العدد الطبيعي التي من أجلها يكون أن يوافق لصفر بدلالة 6. بترتيب 6. إذا قريت لكم النص، نرجع لذاك للحل إن شاء الله. إذن السؤال الأول، كيف الحل؟ عندنا 2 إكس ناقص إيكغراك يساوي 32. إذن الحل، حل 1/4، نتأكد من هذاك، نعوض 2 إكس بالواحد ناقص 4، واش مدلنا؟ 38. إذن هذا الحل 1، ونقدر نكتب كذلك 42 إكس ناقص 1 ناقص إيكغراك ناقص 4 يساوي 0. معناها 42 إكس ناقص 42 ناقص إيكغراك زائد 4، واش يمدلنا؟
42 إكس ناقص إيكغيك هي 48، من 38 ناقص 38 هي تساوي صفر. واش نلاحظو؟ نلاحظو 42 إكس ناقص 1 يساوي إيكغيك ناقص 4، معناه 42 تقسم إيكغيك. إذن 42 تقسم إيكغيك ناقص 4، معناه إيكغيك ناقص 4 نقدر نكتبها 42 ك، ك عدد طبيعي، عدد لا عدد صحيح. معناه أن إيكغيك هي 42 ك زائد 4، هذا الحل الواحد، الحل العام. لنا نحكم معادلة 42 إكس ناقص إيكغيك يساوي 38، نعوض إيكغيك بالقيمة هذه تولينا 42 إكس ناقص 42 ك زائد 4 يساوي 38، معناه 42 إكس ناقص 42 ك ناقص 4 ناقص 38 يساوي صفر. لنرى إكس يساوي 42 ك ناقص 42 زائد 42 لهنا ناقص تولي زائد، لهنا نقسم على 42 تولي إكس تساوي ك زائد 1، هذا هو الحل لإكس. ثانيا كي نكتب ان ا بي سي، معناه ان ا 7 سي 5 في نظام تعداد اساسه 8، معناه خمسة زائد ثمانية سي زائد 7 × 5 ثمانية، ثمانية مربع 7 زائد 8 مكعب أ، معنى 5 زائد 8 سي زائد 64 مضربة في 7 زائد
512 أ، هذا إن. N يساوي A B صفر C B. نظام تعداد أساسه خمسة، لهنا واش نديرو؟ هنا ب زائد سي خمسة سي زائد خمسة مربع صفر زائد خمسة مكعب ب زائد خمسة أس ربعة أ. ب زائد خمسة سي زائد خمسة مكعب 125 ب زائد 625 أ. خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة تسعون صح. خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة خمسة مضروب في خمسة مضروب في خمسة 125 هذيك هي. عندك ثمانية ثمانية ثلاثة خمسة عندك من يوم مربع صحة خمسين مضروب في سبعة 400 عندك سبعة ستة خمسة خمسة ثمانية سي زائد 448 زائد خمسة عشر أ، معناه
لهنا 8500 يكون دروع 453 زائد 8 سي زائد 512 ا. لهنا البي لهنا 126 بي زائد 5 سي زائد 625 ا. سي 126 بي 56 بين ان ا بي تحقق العمليه 110. اذا 113 ا تحقق ما معناه نحكم هذا ا آه. ا آه. 7 سي 5 يساوي ا آه. بي بي 5 8 معناه 453 زائد 8 سي زائد 512 أ يساوي 126 بي زائد 5 سي زائد 625 أ. عندك 453 8 سي ندخلوا هذه 5 سي تولي زائد 3 سي. عندك 512 ا ناقص هذا قداش؟ 126 بي يساوي 126 بي يساوي داش 113 على 625 ناقص 512. واش نلاحظوا لهنا نديرو 3 3 مضروب في 151 زائد سي مضروب لهنا 42 بي هي 113 ا. هذه هي 2 6 كدوز. إذن توصلنا لهذه النتيجة. هذا هو المطلوب. وقع أ يساوي أ يساوي 3. كيف نعرف أ يساوي 3؟ 3 ما تقسمش 113، مي تقدر تقسم أ.
اذا ثلاثة ما تقدر ونقولوا باللي بما ان لو بي جي سي دي تاع ثلاثة مية وتلطاش هو واحد، لأن ثلاثة ومية وتلطاش أعداد أولية، أعداد أولية حسب حسب مبرهنة غوص ثلاثة قسم قاسم للعدد يعني يعني أن ب ناقص س هي 30 ومنه من حل المعادلة أن إذن سنترز أصغر تماما من خمسة ومنه أ يساوي ثلاثة الباقي واش يساوي و ستساوي ستساوي واش الحل اللي لقيناه سابقا في السؤال الأول أربعة زائد 42 كا و ب هي واحد زائد ك ب و س أصغر من خمسة إذن من أجل ك يساوي صفر عندنا
سي تساوي 4 و ب تساوي 1. اثنين اثنين ب، ثم اكتب ان في نظام الاوشاري. كتبت ان في نظام، كتبت ب دائما، كتبت أن في نظام الأشعري أن خمسة مضروب في أربعة زيد بواحد 126 زيد 603. عوضنا لهنا، واش عوضنا؟ سي بالربعة خمسة سي زائد 120 ب هي واحد لهنا، لهنا كاين سي، هذه هي سي لهنا واحد، ولهنا ثلاثة و أ. إذن هذه هي القيمة تاعه، ومنه ال ألفين واحد وعشرين. ثلاثة أدرس تبعا لقيم العدد ن بمواقع القسمة الأقليدي لعدد خمسة. إذن واش نلاحظو؟ خمسة يوافق خمسة بترتيب ستة. خمسة يوافق ناقص ستة زائد خمسة معناه يوافق ناقص واحد بترتيب ستة. خمسة أس أن هي يوافق إذن هنا مدو القيمة لأن يكون زوجي أو يكون فردي. إذن عنا نرسم جدول أن، قيمة تاع أن ان يكون يساوي 2 كا او يكون يساوي 2 كا زائد 1. اذا كان ان زوجي عندك اس اس ان 5 اس ان توافق قداش؟ 1.
إذا كان فردي يسمى نقعدو في الخمسة، أي الكال هنا ينتمي إلى الأعداد الطبيعية. ب ألف لهنا، ثلاثة ب، ثلاثة ب، بين لنا من أجل كل عدد طبيعي أن القيمة هذه زائد ألف واحد يا أن زائد ربعة برهن مضاعف لعدد مضاعف لستة، مضاعف لستة. كيف؟ أولا ألفين وواحد وعشرين تساوي ماذا؟ تساوي ألفين وستاش زائد خمسة، معناه هذه معناه ألفين وعشرين يوافق لخمسة بترتيب ستة، أي يوافق ناقص واحد بترتيب ستة. ألفين وواحد وعشرين الأس تاعو اثنين أن، معناه زوجي يوافق لي ناقص واحد أس اثنين ترتيب ستة، وهذا يساوي واحد. ألف 441 يساوي ماذا؟ 40 زائد 1 معناه أن 1141 يوافق لواحد بترتيب ستة. ألف واحد وأربعين أس أن يوافق لواحد أس أن بترتيب ستة، معناه يساوي أ ترتيب ستة. إذن ألفين وواحد وعشرين أس اثنين أن زائد ألف وأربعمائة وواحد وأربعين أن زائد ربعة، وش يمد لنا؟ يوافق لي واحد بترتيب ستة زائد واحد بترتيب ستة زائد ربعة، وهذه وشني؟ هذه ستة بترتيب ستة، وستة بترتيب ستة معناه يساوي صفر بترتيب ستة، وهذا دليل على أن دليل على أن 221 2 أن زائد 1421 أن زائد 4 مضاعف ل 6.
ثلاثة جيم، ثلاثة جيم وش كاين؟ نضع أن يساوي 2021 أس 2 أن زيد 1441 أن زيد 2 مضروب فيه 1442، ولكن أن واش نلاحظوا؟ نعرف سابقا 2021 2 أن زيد 1401 أس أن موافق لي ناقص 4 ولكن بترتيب 6. إذن نبدأ في هذه 1142 هي تساوي 1440 زائد 2، معناه 1042 موافق لي 2 بترتيب 6. كي نرفعوه لي أن، معناه موافق لي 2 أس أن بترتيب 6. كي ندخلو عليه 2 معناه يولي 2 أس أن زايد 1 بترتيب 6. أن تولي أن تولي واش تولي؟ أن تولي 2 أس أن زايد 1 ناقص 4. هذه العبارة هذه ناقص 4 ولهنا 2 أن أن زايد 1 نضع جد قيم العدد ان التي من اجلها يكون صفر. با تكون هذه تساوي صفر واش نهي؟ عندنا أن نمدو لها قيم ولنا 2 أن زايد 1 أن تساوي صفر. أن تساوي 2 ك ناقص 1 ولنا 2 ك. إذا كان أن يساوي صفر معناه 2 ناقص 4. اثنين ناقص 4 معناه ناقص 2. كي تعود ناقص 2 معناه لهنا 2.
إذا كان ان تساوي 2 كا ناقص 1 هي 4، قول هنا 2 مع كا عدد طبيعي، هنا بترتيب 6. إذن هذه قيمة ان، ومنه ان توافق لصفر بترتيب 6، معناه يكافئ ان تساوي 2 كا ناقص 1، كا عدد طبيعي. هذه هي القيمة تاع ان. انتهينا ان شاء الله من التمرين هذا، ونطلب منكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في البكالوريا ان شاء الله، والسلام عليكم.